جولة صحفية جديدة من أسفيجود، وفيها إطلالة على أهم عناوين الصحافة الورقية الصادرة هذا الصباح نستهلها من المساء. الدرك يوقف مبحوثا عنه بتهمة الاتجار بالمخدرات. تمكنت عناصر المركز الترابي للدرك الملكي سيدي شجرة التابعة للسرية الدرك الملكي باليوسفية خلال نهاية الأسبوع الأخير من إيقاف شخص مبحوث عنه على الصعيد الوطني بتهمة الاتجار بالمخدرات ومسكر ماء الحيث، حيث كان ينشط بدوار العبابسة بجماعة غودة، واتخذ من منزله بؤرة لبضاعته المحظورة ومن الهضاب المتآخمة للبيت مكانا لترويج الممنوعات. وكشفت مصادر للمساء أن إيقاف المشتبه بها الذي يشكل موضوع مذكرة بحث وطنية والذي ظل متواريا عن الأنظار منذ مدة طويلة جاء بعد وضع كمين محكم على مستوى دوار العبابسة على إثر معلومات وفرتها الضابطة القضائية. ومن المساء أيضا استنفار بمطاري مراكش والصويرة بسبب السلالة الجديدة لكوفيد-19. عززت السلطات الصحية الإجراءات والتدابير الصحية بمطاري مراكش المنارة والصويرة موغادور الدوليين بعد ظهور سلالة جديدة لكوفيد-19 في بعض دول العالم. وإضافة إلى التدابير الاحترازية المعمول بها بالمطارين، فقد سارت مصالح المندوبيات الإقليمية للصحة على تعزيز تدابير الوقاية الصحية على استقبال المسافرين عقب آخر التطورات للوضع الوبائي في بعض البلدان الأوروبية، حيث تم اكتشاف حالات إصابة بالسلالة الجديدة من سارس كوفيد، وعلاوة على قياس درجة الحرارة للمسافرين الذين يجب عليهم تقديم وثيقة اختبار كوفيد-19 السلبية عند الوصول إلى مطاري مدينة الرياح ومراكش الحمراء، والامتثال الصارم للإجراءات التباعد الجسدي عند الانتهاء من الإجراءات الجمركية واسترجاع الأمتعة. يتم إجراء اختبارات صحية إضافية للمسافرين الذين يتم اختيارهم بطريقة عشوائية للتأكد من أنهم لا يحملون الفيروس الجديد. ومن بيان اليوم ومن الصورة أيضا تعبئة 68 مركزا في إطار حملة التلقيح ضد كوفيد. أعلن أكد المندوب الإقليمي لوزارة الصحة بالصورة زكريا الحسن أن المندوبية عبأت 68 مركزا للتلقيح و72 فريقا طبيا على مستوى الإقليم، وذلك في إطار عملية التلقيح المكثفة ضد كوفيد-19. وقال الحسن في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء إنه من بين هذه المراكز 68 توجد 4 مراكز ببلدية الصويرة بالإضافة إلى نقطة تلقيح ثابتة على مستوى المدينة، في حين يتم توزيع الباقي على مختلف الجماعات المحلية التابعة للإقليم. وفيما يتعلق بفرق التلقيح أوضح المسؤول أنها تتكون من 383 ممرضة و23 طبيبا وعناصر من الهلال الأحمر المغربي، وطلب من المعهد العالي للتمريض والمهن التقنية الصحية الذين خضعوا لدورات تكوينية متخصصة، مشددا على التعبئة الجماعية لجميع المهنيين الصحيين على مستوى الإقليم لضمان نجاح هذه العملية على نطاق واسع. ومن الصحراء المغربية لنختم جولتنا الصحفية لهذا اليوم في إطار آلية المثمر برسم 2019-2020، المجمع الشريف للفوسفات يطلق 1195 منصة تطبيقية لزراعة الزيتون. ذكر المجمع الشريف للفوسفات أن عدد المنصات التطبيقية التي جرى إطلاقها خلال الموسم الفلاحي 2019-2020 بلغ 1195 منصة موزعة على مختلف الأقاليم 30 في المغرب. بالإضافة إلى ذلك تطرقت هذه المنصات التطبيقية لشجرة الزيتون إلى جميع الأصناف وأنواع الإدارة غير المسقية والمسقية والري الموضعية ونمط الاستغلال الموسع والمكثف الموجود في أحواض الإنتاج المختلفة على المستوى الوطني. وأورد المجمع في بيان أنه بفضل فريق مكون من مهندسين وخبراء زراعيين شباب سيتم اعتماد مقاربة علمية وزراعية لبلورة برنامج المحاصيل المتكامل، مع الأخذ بعين الاعتبار الخصائص الزراعية المناخية المحددة لكل منطقة إنتاجية. وفي هذا الصدد فإن فريق المهندسين الزراعيين سيتم بالتتبع العلمي بشكل منتظم حتى يتمكن من النجاح في هذه المنصات، وأيضا لتقييم الأداء الزراعي لكل مكون من مكونات المحصول. إلى هنا متابعينا نصل إلى نهاية جولتنا الصحفية قدمناها لكم من صافيجود. تقبلوا تحيات فريق العمل، شكرا على المتابعة، في أمان الله.